السمع، الثاني التمائم. التمائم ايش قلنا السابق؟ كلها شرك وارتاح، الا اذا كانت من القران فهي محرمه. لماذا قلنا بالتحريم؟ لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم، ولكراهيه السلف. الكراهه عند السلف تحريم، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والثالث فيها فتح باب شرع للناس، هذا يضع كبيره من القران، هذا يراه يظن ان التمائم كلها جائزه، سد الباب. الرابع فيها امتهان للقران. لماذا؟ لان الان يدخل بها للحمام، واذا كانت على الغلام الصغير قد ياتيها شيئا من بول الغلام. فالتمائم كلها من الشرك اذا كانت من القران. اذا اخواننا لا نعلق اي شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم، من يحفظ لنا هذه الاشياء؟ من يحفظ اولادنا، بيوتنا، سياراتنا؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه واشكروا له. باب ما جاء في الرقى والتمام. طيب، من تعلق تميم او تعلق ودع، ودع اشياء تؤخذ من البحر، اصداف يضعوها قلنا على البيوت يزعم انها تدفع العين او كذا. راينا انسان عليه تميم، ايش نقول له؟ ندعو عليه؟ كيف؟ لا، ها؟ لا اتم الله لك، وإذا ودع لا ودع الله، لا ترك الله لك. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: مخاطبة هذا تؤدي إلى شحناء ممكن، خصومة أو تنبيه، فماذا تصنع؟ في الحديث لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه بالخطاب مباشرة. تقول: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الأخ يمشي الآن بالساحات الحرم، وجد امرأة سافرة، نسأل العافية السلام، يقول: الله يلعنك يا ملعون ويلعن حجابك. لا، ما يمكن. قال: عندي حديث. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يأمر أن تخاطبها بماذا؟ باللعن. إما أن تقرأ الحديث وما يلزم أن تسمعها أصلا، تقول: اللهم العن كل سافرة، وإذا أردت تعظها تقول: اتق الله يا أمة الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنهم. مفهوم؟ وعلى هذا الأحاديث مفهوم. إذا هناك فرق بين أن تذكر لعن أصحاب المعاصي على وجه العموم لا التخصيص. طيب، نعم.